ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. تحياتي لي كابتن ايمن، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه، كابتن عادل، وكابتن هاني. منور يا كابتن ناصر. منور يا كابتن. الله يخليك. مبروك نادي الاهلي في البدايه، وهارد لك لنادي ابو كير الاسمده، وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. قبل ما نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن، خلينا نتكلم مجمل طاقم التحكيم الاول. هنقول ان كان موجود محمد سلامه ميدو حكم منطقه بورسعيد، كان حكم الميدان، وكان عندنا مساعد رقم واحد محمد عزازي من منطقه القاهره، واحمد شاهين من منطقه الشرقيه اللي موجود، وكان عندنا حكم رابع كان مجدي خاطر من منطقه القاهره. كان على الفار وائل فرحان من منطقه الاسماعيليه، ومحمد الكلاوي من منطقه سوهاج. قبل ما نروح للحالات نتكلم طاقم التحكيم النهارده بشكل عام كان اداؤه ايه؟ اظن ان هم مروا بالمباراه بشكل يعني باقل من الاخطاء، وده المفروض في طاقم التحكيم ان هم النهارده عبروا، سواء كان طاقم التحكيم في الميدان او طاقم الفار النهارده عبروا باقل اخطاء تحكيميه، وهو ده المطلوب من طاقم التحكيم في اي مباراه. هنشوف يمكن هنا الفار تدخل كابتن ايمن في حالتين مهمين جدا جدا النهارده في المباراه، ولولا وجود الفار كان ممكن النهارده يحصل اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. فطبعا بنشكر الفار على التدخل في الحالتين اللي احنا هنشوفهم في الحالات اللي جايه، ولكن بشكل عام هو نقول ان الفار مكمل لطاقم التحكيم، مش مفصولين على بعض. اول حاله واحنا بنتكلم في القانون كابتن اسامه، كابتن عادل، امتى الكره لما نيجي نعمل اسقاط، امتى نعمل اسقاط وامتى ما نعملش اسقاط يا كابتن عادل عبد الرحمن؟ نشوف هنا الكره جايه منين في البدايه، جايه من لاعب مين؟ نادي الاهلي. معايا شباب كابتن، عايز اكلم حضرتك في حاجه في النقطه دي. بس هو شاف دلوقتي ان الكره راحت للاعيب النادي الاهلي، مش كان المفروض يستمر؟ ممتاز، انا هقول اهو. سوري انا اسف. نتكلم في القانون، امتى الحكم يعمل تغيير او يعمل اسقاط؟ لما تغير استحواذ يا كابتن ايمن. هنشوف هنا اللقطه من الاولى، اللعبه جايه من لاعب نادي الاهلي. ستوب هنا كابتن، هنا لو اصطدمت بالحكم وراحت للاعب الابيض غيرت استحواذ بالظبط، هنا الحكم يعمل اسقاط. طب هنمشي شويه يا كابتن، هنمشي بقى بالكوره، هي راحت هنا لمين؟ للاهلي. هنا كان يجب الحكم استمر، يشير باستمرار اللعب. الحكم يعمل اسقاط عندما تصطدم الكره، في حاله واحده بس عندما تغير استحواذ للفريق الاخر. هنا بتكلم مع ميدو في حاجتين، من فضلك لو سمحت ما توقفش في مسار اللعب، خلي بالك يكون عندك توقع، ابعد ووسع لنفسك، وخلي بالك خد اللعيبه كلها بينك وبين الحكم مساعد عشان تقدر انك انت تمشي اللعب وتسير اللعب. هو كابتن ناصر هنا هو ما استناش على فكره ان الكره تروح، ده هو اول ما خبطت فيه لف وصفر. بص هنقف تاني كده، يعني تاني كده كابتن سليم، معلش هنقف، خد القرار بسرعه. بص يا كابتن اسامه، اتكلمت في حاجه مهمه جدا. بنقول ايه؟ القرار مع الحكم كان يجب عليك انك انت تنتظر، صح، وتشوف هي هتروح لمين، ولكن هو استعجل فعلا زي ما حضرتك قلت كده، استعجل بالصافره، ولكن احنا بنتكلم في القانون كان يجب عليك انك انت تشير باستمرار اللعبه اللي لم تغير استحواذ في هذه الحاله. حسبها ايه؟ اسقاط لعيبه النادي الاهلي. وهنا لما بتبقى اسقاط بتبقى الاخر لاعب اصطدم، الاخر لاعب لعب في الكره في الحكم. الحاله الثانيه نشوف الحاله الثانيه معانا، هنا برضك بقول من فضلك الحكم لابد ان هو يكشف عن التفاصيل يا كابتن علاء، كابتن عادل، المخالفه هنا نشوفها، هل في مخالفه من بادجي؟ هنا نشوف الايد، هنا ايه الايد؟ هنا من اللاعب المدافع، يعني هنا الفاول لصالح بادجي مش على بادجي، ده خطا طبعا عكسي. بقول لمحمد انت حكم كبير يا محمد، وهنا كان يجب عليك انك انت لو حسبت الفاول كان يجب انك انت تدي المخالفه للاعب النادي الاهلي بادجي في هذه الفكره. هو قريب وشايف الكره كويس كمان. هو يعني زاويه رؤيه كويسه قوي يا كابتن ناصر. انا ممتاز، عارف يا كابتن علاء انت قلت حاجه جميله جدا، ممكن ابقى قريب وعندي زاويه رؤيه ممتازه، ولكن التفاصيل الصغيره مش عندي، خدت بالشكل بقى. وده اللي احنا بنقول للحكام، من فضلك ما تاخدش بالشكل في الحال. هنا طبعا بنقول تاني المخالفه هنا كانت على لاعب نادي ابو كير الاسمده، وكان يجب احتساب مخالفه لصالح بادجي، هو طبعا حسب العكس. الحاله الثالثه وحاله من الحالات المهمه، هنا بنشوف هنا هرجع تاني كابتن، هرجع تاني هنا، هنمشي ونشوف بس ساعه الشد بس كابتن. هل بنتكلم برضك ده تفكر للتعديل في القانون،
بيقول ايه تاخير استئناف اللعب امتى اخر استئناف اللعب لما يكون في اشهار بطاقه هقف بس من فضلك لو سمحت تاخير استئناف اللعب الاشهار بطاقه طب لو الحكم لو ما لحقش اللعب اللي هو اتحسب ليه الفاول لعب بسرعه زي ما حصل كده هنشوف ان هنا ايه في مخالفه ماسك صارخ اوكي انت اشرت او صفرت على المخالفه كان يجب عليك انك انت اللاعب لعب بسرعه ترجع في مزبوط. اول توقف وتشهر البطاقه كده. الصفراء طبقا للقانون مظبوط تاني بنقول ايه انا هنا وليد سليمان الفاول ليك كل حاجه بس كان هنا في انذار هنا للاعب اللي هو بتاع ابو قير تمام طبقا للقانون قال ايه ممكن الحكم يسمح بالاستئناف السريع بس لما يرجع في اول توقف يشهر البطاقه الصفراء نتيجه المسك اللي هو المسك الصارخ لهذا اللاعب طبعا هو استأنف بسرعه وطبعا ما رجعش ادى البطاقه الصفراء ودي بقولها لمحمد من فضلك كان يجب عليك انك انت ترجع وتدي البطاقه صفراء نتيجه المسك الصارخ في هذه الحاله الحاله اللي بعد كده نشوف دي حاله من الحالات المهمه كابتن ايمن مهمه جدا 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 يعني الحكم هنا لم يشير على اي شيء وخلى اللعبه تواصل هو ما شافهاش يا كابتن ولا ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى كابتن ايمن ده اللي انا عايز اقوله هرجع تاني كده بس معلش اللقطه دي مهمه جدا جدا قبل ما نروح للفار هرجع جدا جدا هرجع للحاله دي بس هقف هرجع تاني بس لحظه اللعب ليت بس كابتن هنا ميدو هنا موجود وهنا لا الكره معموله داخل 6 يارد زي ما قلت انت كحكم المفترض انك انت عينك على الكوره وتشوف مين اللي نجح في لعب الكوره هنا لان هنا لولا الفار النهارده كابتن ايمن هذه الحاله كان من الممكن هي لم تحتسب ركله جزاء طب في حاجه ثانيه يا كابتن هل ممكن حامل الرايه يتدخل في كوره زي ديت ممكن حامل بص كده احنا بنقول احنا فريق عمل كلنا واحد يعني حضرتك الحكم وانا مساعد مثلا وكابتن عادل مساعد انا شفت وعندي زاويه رؤيه واضحه جدا جدا لابد ان انا اساعدك في القرار ليه زي ما قلت ان هو هنا ما شافش المخالفه اطلاقا ايوه ولولا وجود الفار هنا تدخل الفار طبعا تدخل امتياز في هذه الحاله نشوف هنا بقى الفار بنقول ان الفار هنا جاب له ايه يا كابتن ايمن في لحظه اسمها السرعه السريعه يعني بجيب له بالبطيء واجيب له ايه بالسريع في هذه الحالات بجيب له ايه نرجع تاني بجيب له الحاله بالبطيء اللي هي لحظه التلامس اللي هي البوينت اوف كونتاكت بجيب له لحظه التلامس هنا اللاعب حتى اللاعب بايع نفسه يعني اللاعب بيقول للحكم احسب عليا اللاعب هو مطلع ايديه ورايح من بدري قوي يعني هو صح. هنا ركله الجزاء هنا موجوده وانا يعني بشيد بوائل فرحان ومحمود الكلاوي من سوهاج ان هم وقفوا عملوا شيك على هذه الحاله وحسبوا ركله الجزاء ركله الجزاء صحيحه للنادي الاهلي عن طريق الفار شوف الحاله اللي بعد كده حاله مهمه جدا جدا كابتن ايمن تاني كابتن علاء كابتن عادل هنشوف هنا هقف بس هقف انا طبعا بحيي هذا المساعد ليه يا كابتن ايمن خلي بالك عشان تربط يا كابتن اسامه ما بين الكره هنا وانت عينك كمساعد على الكره وتربط ما بين هذا اللاعب صعبه جدا 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 صح. لان الكره في حضنك كابتن ايمن ده كنت حاجه وفي حاجه بعد اذنك كابتن ليه المساعد هنا كويس قوي لا رجع الكره دي شويه نرجع بس كده بص يا كابتن لا لا رجع ايوه بص في الحاله دي يا كابتن المهاجم اللي هو الابيض دوت سابق شويه بجسمه مزبور. لما لعيب النادي الاهلي هيرفع رجله شويه هيغطي على الاوفسايد برافو عليك يا كابتن ايمن ممتاز شوف هنا يعني لحظه التمرير هنا كابتن ايمن هنمشي بقى لحظه التمرير شويه كده مظبوط سمير نمشي لا نرجع تاني بس ان هو وقف لحظه ارجع عند رفعه الرجلين نرجع على الرجل وهي مفروده هنفتح الكادر من فضلك هنفتح الكادر من اول خالص هنفتح الكادر ايوه بالظبط كده يا كابتن هنا الرجل يا كابتن هنا مغطيه هنا زي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن انا بشيد بالحكم ساعد يا كابتن ايمن انا ممكن اربط في القريب يعني انا عيني على اللعب قريبه ولكن انا اربط هنا لحظه اللعب والموقف فكره لعبه صعبه جدا جدا بشيد بيه الحكم مساعد تمركز على اعلى مستوى تركيز فوق الامتياز وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب وهدف صحيح لنادي ابو قير نمر ونروح نشوف الحالة اللي بعد كده كابتن هنا برضك بنشوف بنشيد بالحكم المساعد اللي هو عندنا محمد العزازي منطقة القاهرة ونشوف هنا لحظة المخالفة هنا عندنا زاوية هتقول ان اللاعب ده كان في موقف تسلل لحظة التمرير
هنشوف هنا لحظه تمرين ستوب هنمشي الكره بقى نمشي شويه كده يمكن مش هيبان يا كابتن ايمن هنا هنمشي مش نمشي عادي على طول هنلاحظ ان هنا في لاعب هنا كابتن ايمن هيجي اللي هو اللاعب الاخر ده كان في موقف تسلل وبالتالي هنا قرار الحكم مساعد بالاشاره على التسلل كان قرار صحيح نشوف الحاله بعد كده مروان حسن بيعدي وهنا ما زال اللاعب اللي هو كابتن فريق ابو قير وارتكب مخالفه بشيد محمد سلامه ليه كان ممكن سهل قوي لحظه الباص كان ممكن يبقى عينه راحت على اللاعب ناحيه ثانيه كابتن علاء هو وما ياخدش باله من المخالفه اللي تمت هنا بتهور ولكن هو عينه كانت هنا موجوده في المخالفه وعلى اساس ان هي اللعبه لو راحت للاعب النادي الاهلي كان ممكن يدي استمراريه ولكن هو لما شاف ان اللعبه ما راحتش للاعب النادي الاهلي رجع واحتسب المخالفه وهنا اشهر البطاقه الصفراء للاعب ابو قير بشكل عام طبعا زي ما قلت لحضرتك ان نجاح طاقم التحكيم بنقول عليه اقل الاخطاء والاخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه وبالتالي هم النهارده كطاقم تحكيم مش مقسوم يعني بعض يقولوا الحكم لوحده والفار لا هم كلهم طاقم تحكيم بيتعاونوا والتعاون النهارده كان تعاون نموذجي ما بين الحكم وما بين الفار نتمنى طبعا ان المفهوم والتطبيق للبروتوكول كابتن اسامه يكون فعلا زي ما النهارده كان موجود في الحالتين اللي هم كان في تدخل فيهم الفار بشكل صحيح. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس متالق كالعاده. شكرا كابتن ايمن ربنا يخليك. ناصر بننتقل الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي اليوم لمباراه الاهلي وابو قير الاسمده والانتهاء بفوز النادي الاهلي في دور الثمانيه لكاس مصر 2-1 الف مبروك للنادي الاهلي نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن علاء ميهوب نورتنا وتالقت كالعاده الله يخليك يا مشكورك يا ايمن ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله نبارك يوم الجمعه يا رب يا رب ان شاء الله كابتن اسامه عرابي مش عايز اقول لك نورتنا انت منورنا على طول الله يخليك ولكن امتعتنا شكرا لك يا ايمن وان شاء الله بالتوفيق يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله رب العالمين فيلسوفنا الكبير كابتن عادل عبد الرحمن شاكرين جدا كابتن عادل اتمنى الجمعه نفرح قوي قوي ان شاء الله ونرفع الكاس يا رب ان شاء الله كابتن هاني العجيزي المعجزه الف مبروك يا كابتن ايمن الف شكر حبيبي يا رب كده ان شاء الله نبارك لبعض كلنا ونحتفل مع بعض يوم الجمعه ان شاء الله والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.